صباح الخير حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ كل عام وأنتم بألف ألف خير، وينعاد عليكم وعلى أمهاتكم بالصحة والسلامة يا رب. بتمنى من الكل، بما إنه معطلين وما عم نداوم، إنه نصوم، لأنه رح ناخد أجر كتير عند رب العالمين. وكمان اللي بعرف إنه بصوم أنا رح أخبيله جائزة عندي. اتفقنا يا حلوين؟ شطورين. طيب يا حلوين، اليوم في يوم الاثنين، التاريخ 27/4/2020، بدنا نبدأ بحرف حلو كتير كتير. ولكن دايما قبل ما نبدأ بأي إشي شو لازم نحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم. طيب يا حلوين، قبل ما نبدأ، مين الشاطر اللي ذكرني بأيام الأسبوع؟ يلا، مبارح كان يوم الأحد، ما اليوم؟ الاثنين. أحسنتم. خلينا نعيد أيام الأسبوع مع بعض: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، ثم الجمعة. أحسنتم. طيب يا حبايبي، اليوم ضيفنا رح يكون ضيف حلو كتير كتير. طبعا هو رح يكون هذا الحرف إله توأم إحنا سبق وأخذناه، واليوم بدنا نتعرف على أخوه الثاني. ولكن قبل أن نبدأ بالحرف ونتعرف على شكله ونتعرف على طريقة كتابته، خلينا نسمع سوا القصة ونصغي إليها، ومن ثم نعود لنكمل حصتنا. حرف الغين. غسان يغني تحت المطر. هيا لنسمع الحكاية. الغيوم تملأ السماء، والمطر يهطل غزيرا، والشارع فارغ من المارة. خرج غسان من البيت دون أن يخبر أمه، وفي الشارع راح يقفز في برك الماء المتجمعة وهو يغني. عندما عاد إلى البيت علمت أمه بما فعله، فغضبت منه، وبعد أن غسل يديه وقدميه وبدل ثيابه دخل إلى غرفته. مرض غسان، فجاءه الطبيب ووصف له الدواء، وطلب منه ألا يقترب من أخته الصغيرة غادة كي لا ينقل إليها العدوى. قال غسان لأمه بعد أن شفي: لن أغادر البيت من دون استئذان مرة أخرى يا أمي.